جماهير شعب عبد العزيز، أنا فاروق أبو عيسى من فراش المرض في مصر، أنادي عليكم محيا رافعا وبالصوت العالي أمجاد أهلنا وشعبنا. اليوم هو يوم الثورة، يوم الخلاص من هذه العصابة التي دمرت الوطن. طلابنا الأشاوس أولعوا نيرانها وأصبح على شعبنا في كل مواقعهم وفي كل أصقاع السودان، شمالا وشرقا وغربا وجنوبا، الانطلاق إلى الشارع لنسترد السودان الذي سرقه الطغاة، لنستعيد كرامة أهل السودان وقياداتهم الثورية والوطنية، ونستعيد نضارة شعبنا واستقلاله وسيادته على أرضه.